وزير المالية قال لك قبل كده كل جنيه في سعر الصرف، قلناها دي صح؟ طيب ماشي. دي طبعا كلمة في الهبدة، يعني لأن الراجل يعني زي ما شفنا قبل كده بيدخل البلد في قطر عمال يمشي كل شوية ياخد إيه؟ ياخد سلف سلف سلف، والاستدانة دي هي اللي عملنا المشاكل الحقيقية. تورط 5 من المسؤولين الكبار في قضية تهريب بضائع بمطار القاهرة الجوي. يا ترى كانوا مهربين إيه؟ ده كله بالمستندات أهو، ذات مصر اللي جايبه لك الموضوع، التفاصيل برضو اللي بتسوقها ذات مصر بتعرفنا المسؤولين دول كانوا بيهربوا ايه. ذات مصر بتقول لك انها حصلت على امر الاحاله وقائمه الاتهامات الكامله في قضيه الفساد الكبرى في مطار القاهره الجوي، المتهم فيها 5 مسؤولين كبار بتربيح اصحاب شركه الاستيراد والتصدير بمبلغ نحو 7 مليون جنيه قيمة رسوم جمركية البضائع تم إدخالها للبلاد عن طريق التهريب. المتهمين أهم. إذن عملية تهريب كده على السريع، وعملية واحدة فيها كوميشن 7 مليون، أظن حاجة بسيطة يا جماعة، ما تدقوش كتير.